الفرح لذة وطاب، باركوا يا احباب، الفرح لذة وطاب، اليوم يوم العيد وللعيد نغني نشيد، اليوم يوم العيد وللعيد نغني نشيد، ردوا ان شاء الله ايام سعيده على الجميع. واحنا مقدرين ترى الوقت يعني يمكن اول مره باذن الله عاد على هذه دائما هذا الايام الضروريه، لكن هذا الشيء مقدرينه لك حتى رب العالمين يمكن ان يعمل يشتغل يتعب ويتعب ويتعب، لما تكون بعيد على نفسك ويا ابوك ويا زوجتك ويا عيالك ترى امر مو سهل، لكن احنا ارجع واقول قبيلكم هذا الامر وانتم رجال مو غريبه باذن الله دائما نفرح مع بعض مثل ما فرحنا العام اول العام اللي قبله هسه نفرح ان شاء الله. شكرا ايضا مقصود السفير رشد الهادي اللي هو مشعل ما اوفي حقه بالامانه اللي قاعد يسوي لنا، يعني رجل فعلا في المكان المناسب، اخوي جابر الرشيدي اللي ما له مجامله ولا اتكلم بوجهه واشكره على كل شيء بذل لنا، اخوي سعد اللي اليوم ترى انت واصل واليوم جاي تتغدى معانا، الواحد غيره راح معانا الا وراه، يعطيكم العافيه، كل عام وانتم بخير.